صباح الخير، ازيكم؟ النهاردة عايزة اتكلم على مفهوم دايرة التأثير. كل واحد فينا يتخيل نفسه في مركز دايرة. الدايرة دي كبيرة صغيرة مش مهم، المهم ان كل ما هو داخل هذه الدايرة احنا لينا تأثير مباشر عليه، فنقدر نغيره، نقدر نبدله، لينا ثقل في هذه الدائرة. بعد الدائرة دي نتخيل دائرة تانية حواليها أوسع أكبر. ما بعد خط الدائرة الأولانية احنا ما عادش لينا تأثير مباشر عليه، لكن المفهوم مش بيقف عند كده وبس. احنا جزء من دايرة تأثير حد تاني، سواء في دايرته الصغيرة او في دايرته الكبيرة، وهذا الشخص في دايرة تأثيرنا سواء الدايرة الصغيرة او الدايرة الكبيرة. ليه انا بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان في بعض الاحيان بتقابلنا مواقف وبنبقى عايزين الامور تمشي في اتجاه معين، لكن ما بتمشيش في هذا الاتجاه، واحيانا رد الفعل بتاعتنا بتكون اعمل ايه تاني عشان اغير الموقف، او ازاي ابدل الموضوع ده، ازاي اخلي فلان الفلاني يغير رايه، ازاي اخلي فلان الفلانيه تشوف الصوره واضحه، وبنزعل قوي وبنتضايق قوي ان احنا مش عارفين نغير هذا الموقف، او مش عارفين ناثر على القرار اللي هيتخذ. ساعتها لما بكون في موقف من المواقف دي بفكر نفسي بدايرة التأثير، يا ترى الناس دي في دايرة التأثير المباشر بتاعتي؟ طب هم في دايرة التأثير المباشر بتاع مين تاني؟ وهم مش عندي انا بس، هم عند ناس تانية، ومدى قوة تأثيري عليهم ومدى قوة تأثير الناس التانية عليهم، وهكذا. شوية أسئلة كده الواحد يقعد يسألها لنفسه عشان نعرف هل في كان فعلا حاجة ممكن نعملها ما عملناهاش، في حاجة تانية ممكن تتعمل، في حاجة تانية ممكن تتقال، ازاي نطلع من الموقف دوة، ازاي نغير الموضوع دوة بالشكل اللي احنا عايزينه. واذا ما قدرناش وتحليلنا وصلنا ان يمكن هما كانوا في دايرة تأثير حد تاني اقوى مننا. بالضبط فكرني بقوانين نيوتن اللي درسناها في الفيزياء واحنا صغيرين. لما كنا نحط جسمين جنب بعض، كل جسم بيأثر على الجسم التاني بقوة بتتناسب مع كتلته، فلما يبقى حد كتلته اكبر، مش شرط كتلته كحجم جسمه، انا بتكلم على كتلته المعنوية في هذا الموضوع، يمكن كتلته كانت اكبر من كتلتي فتأثيره اقوى من تأثيري، ساعتها الواحد بيرتاح. صباح الفل عليكم.